إذن آخر إشي إحنا اشتغلنا بهذا السيستم الثري فيز ريكتيفاير كان اللود عندي ريزيستيف، راح أغير الآن اللود ل اندكتيف لود، راح آخذ مثلا هون إن آر إل وخليني أرفع القيمة هاي، بدي أرفعها خليني أرفعها ل 50 ملي هنري، خلينا نشوف شو بصير معنا. إذا هذا صار هلا هون اندكتيف لود او ار ان لود، اندكتيف يعني هو احنا بنحكي اندكتيف يعني انه خليط الريزستيف واندكتيف في اندكتنس يعني. وخلينا نخلي هذه هلا على 90، رح نشوف هلا شو بصير على 90 درجة. ويمكن لازم نضيف كمان كرنت حتى نشوف شو عمله بصير بالكرنت. هلا اللي بتلاحظوا هون انه حتى هذا الفولتج لما بوصل زيرو الكرنت في الاندكتر لسه في كرنت ماشي في الاندكتر، فبضل في فتره كوندكشن لفتره معينه بعدين بيرجع الفولتج لزيرو هون. فرح تلاحظوا هون بالفتره هاي بسبب وجود الاندكتيف لود لما الفولتج بوصل زيرو ما بطفي السي ار، بستمر فتره انه لسه في كرنت عندي في الاندكتر. حتى نشوفها راح نركب كرنت ميجرمنت، مش هيك؟ فخلينا نجيب هون نجيب اللايبرري براوزر ونجيب current measurement. هون بدي الميجرمنت العادية مش الاكسترا لايبرري، وراح اخذ هون current measurement. عندي هون راح اخذ الكرنت في اللود، الزاوية ايش كانت الزاوية بين الفولتج والكرنت في الاندكتيف لود؟
تعتمد على اكس ال اللي هو اوميجا ال او 2 باي اف ال او ار، مش هيك؟ هي ار بتاع هذول كثير.